اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين فسمانا بالمسلمين، ونشكره أن شرفنا بالنسبة لأمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة من حلقات برنامجكم الدروس الرمضانية التي سنخصص الكلام فيها بتوفيق الله تعالى عما تعلق بكوننا أمة مرحومة. فالله تعالى جعلنا خير أمة أخرجت للناس، قال جل ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا أمة وسطا عدولا، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وجعلنا شهداء على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل ما أكرمنا الله تعالى به هو بفضله جل في علاه علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم، فخيريتنا من خيريته صلى الله عليه وسلم، ومكانتنا من مكانته صلى الله عليه وسلم، ومنزلتنا من منزلته صلى الله عليه وسلم، وشرفنا من شرفه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فهذه الأمة، في هذا المعنى، فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف أجرها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته، ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته. من مظاهر كوننا أمة مرحومة أن الله تعالى كلفنا من الأعمال القليل، وضاعف لنا فيه الأجر والمثوبة، فالعمل قليل والثواب والأجر عظيم. لا على شاكلة الأمم السالفة، فقد كان التكليف فيهم كثيرا أو فيهم كثيرا، والثواب والأجر قليلا. وقد مثل نبينا صلى الله عليه وسلم لحالنا وحال الأمم السالفة برجل استأجر أجراء ليعملوا له عملا، يعني مقابل، يعني ثمن معلوم وأجر معلوم. ففي الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثلي أو مثل الأمم أو اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل من الصبح إلى منتصف النهار على قراض، المدة معلومة والثمن معلوم، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل من منتصف النهار إلى العصر على قراض، المدة معلومة والثمن معلوم، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من العصر إلى المغرب على قراطين، المدة أقل من الأولى والثانية والثمن أو الأجر مضاعف. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم، أي فعملتم أنتم بالأجر الكثير والعمل القليل. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أقل عطاء وأكثر عملا؟ فقال لهم الله تعالى: فهل أنقصتكم من حقكم شيئا؟
قالوا لا. قال إذن فذلك فضل أوتيه من أشاء. إذن هو فضل الله تعالى علينا بأن جعلنا أمة مرحومة، ومن تمام فضله جل في علاه علينا أن أكرمنا بالانتساب إلى هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بسر الانتساب إليه بكل خير وبركة في الدنيا وفي الآخرة. فأي عمل كلفنا الله تعالى به نحن معاشر الأمة المحمدية إلا والعمل قليل والثواب والأجر فيه كثير. مثلا في الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في بداية الأمر فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك صارت 5 عملية إلا أن أجرها هو أجر 50. مثلا في هذا الشهر المبارك الفضيل لما تقاصر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، وأنه سمع في الأمم السالفة أن الرجل منهم ربما يحمل السلاح مجاهدا في سبيل الله، يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله 1000 شهر، عمر واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة وبضعة أشهر. فتحصر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمته فأعطاه الله تعالى ليلة القدر، هي خير من 1000 شهر، لا كألف شهر بل هي خير من 1000 شهر. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان همه لأجل أمته، فلقد كان يحرص على أمته في الدنيا وفي الآخرة. فكل نبي ربما في الدنيا دعا على قومه ويوم القيامة يقول نفسي نفسي، إلا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي. فقد روى البخاري وابن حبان عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نبينا الكريم تلا قول الله تعالى في حق سيدنا إبراهيم وأمته عليه السلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول سيدنا عيسى عليه السلام في حق أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أو الحديث رواه الإمام مسلم، فبكى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي. الله سبحانه وتعالى أدرى بحال حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال لسيدنا جبريل: اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء سيدنا جبريل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بسبب بكائه لأمته، ثم جاءت البشارة من الله تعالى أن الله تعالى بعث سيدنا جبريل عليه السلام وقال: اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. وفي رواية البيهقي في مجمع الزوائد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: أشفع لأمتي حتى ينادى لي أرضيت يا محمد، فأقول ربي قد رضيت ربي قد رضيت. اعتناء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بنا هو ما جعلنا أمة مرحومة، هو ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وما جعلنا أمة وسطا، وما أكرمنا الله تعالى به في الدنيا والآخرة. سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه يقول: يا أهل العراق، إنكم تقولون أن أرجى آية في كتاب الله يقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو كذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية فيها رجاء عظيم. ولكن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه يقول: وإنا نقول أن أرجى آية في كتاب الله، ما وافقت معنى الحديث أو ظاهره ومعناه الذي ذكرناه، قال: وإنا نقول أن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. من مظاهر كوننا أمة مرحومة دائما بسر انتسابنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أننا نكون شهداء على الأمم يوم القيامة، منقبة عظيمة وفضل عظيم من الله تعالى ورحمة وكرم وعطاء يتجلى الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة المرحومة بالانتساب إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنشهد على الأمم
ونشهد للأنبياء على أممهم ممن أنكروا تبليغهم لهم رسالة الله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم؟ فينكرون ويقولون: لا. فيقال لهذا النبي بعد إنكار قومه بلاغهم لرسالة ربهم: من يشهد لك؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته. فندعى يوم القيامة فيقال لنا: هل بلغ هذا قومه؟ فنقول: نعم بلغهم. فيقال لنا: وما أعلمكم بذلك؟ فنقول: أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قد بلغ قومه، أو أن الرسل بلغوا أقوامهم فصدقناه. فتظهر هنا رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وتظهر المنقبة والميزة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ما من الناس أحد إلا ويود أنه منا في هذا الموقف العظيم الجليل الذي يبين فضل الله تعالى على هذه الأمة بسر الانتساب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء، وإذا عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء. من مظاهر رحمة الله تعالى بنا وتفضيله إيانا دائما بسر انتسابنا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نبينا دائم الدعاء لنا، أو دائم الدعاء لنا من خيري الدنيا والآخرة. يتضح ذلك جليا فيما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب نفس، فقلت: والله لأسألنه الدعاء لي. فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حتى سقط رأسها في حجرها من شدة الفرح بهذا الدعاء الجامع المانع، ودعاه صلى الله عليه وسلم مستجاب. سيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم يرى حال أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الفرح بهذا الدعاء، فقال لها: أصرك دعائي يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال: أما والله إنه لدعائي لأمتي دبر كل صلاة، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فافهم ما هو ظاهر على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم مما يجعلنا نزداد محبة فيه، شوقا إليه، وقد أحبنا قبل وجودنا واشتاق إلينا قبل وجودنا. فعلينا أن نجدد علاقتنا بنبينا، ونرى أن كل خير أكرمنا الله سبحانه وتعالى به إنما هو بسر انتسابنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أو وددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا لم يأتوا بعد يؤمنون بي. وفي رواية: أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. ما أرسل الرحمن أن يرسل من نعمة تصعد أو تنزل في ملك الله أو ملكوته من كل ما يختص ويشمل، إلا وطاها المصطفى عبده، نبيه المختار المرسل، واسطة لها وأصل لها، يعرف هذا كل من يعقل. فنسأل الله تعالى أن يجزي عنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، ونحمده على ما أكرمنا به بسر من الانتساب لأمته صلى الله عليه وسلم. تقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب حينا سعدا وأمتنا شهدا، ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى، يا من لا مثل له في الذات والصفات، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي.